نحن الليلة هذه ليلة تمام 20 ليلة من رمضان، والتي بعد هذه الليلة تدخل ليالي العشر. فإذا كان الواحد منا متساهلا في بعض الليالي وغافلا عن بعض الأوقات الذكر والثناء على الله، فليستعد وليهيئ نفسه للتعامل مع الوقت من صحة وفراغ، لعل الله أن يوفقه للعمل الصالح، لعل الله جل وعلا أن يشغل صحيفة أعماله الخيرة الكريمة بما يسره يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكر أخي المسلم، فكر أيها المسلم من رجل أو امرأة، من فتى أو فتاة، فكر في 20 اليوم التي غابت شمسها اليوم، هل كنت محافظا على كرامة صومك؟ هل كنت صائلا صومك عن ما يشينه؟ هل أنت حذرا مما قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه؟ إن كنت قد فرطت في شيء من ذلك فتبادر إلى الله بالتوبة الصادقة والعزيمة الأكيدة أن تستغل ما بقي من شهرك بما ترجو أن تجده في صحيفة أعمالك، يوم يعطى الناس منهم من يعطى صحيفته بيمينه وهؤلاء أهل الفوز، ومنهم من يعطى بها من وراء ظهره أو شماله فيا للخسارة. ففكر لنفسك أيها المسلم، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل ليلتنا هذه من أفضل ليالي شهرنا هذا التي مضت وتمضي، ووفقنا جميعا لإحسان تلقي الليلة القادمة، الليلة 21، بما تحب وترضى، وبما نرجو أن يكون من أسباب النجاة من مشاكل